طبعا لكل الناس اللي بتحب تتابع الظواهر الفلكية، النهاردة من المتوقع أن تصل زخة شهب ألفا وحيد القرن ذروة نشاطها، ده في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام التلسكوب أو أجهزة رصد خاصة بها. خلونا نعرف أكتر عن هذه الظاهرة من الدكتور جياد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم، مع حضرتك كل المشاهدين، ويوم سعيد إن شاء الله. يا أهلا بيك يا رب. في البداية عايزين نعرف من حضرتك بعض المعلومات كده عن النجم وحيد القرن. اولا خلينا نعرف او نعرف المشاهدين يعني ايه زخة شهب. احنا عندنا اجرام سماويه اذا كانت كويكبات، مذنبات، نجوم زي وحيد القرن او كده، ليها اتربه ناتجه من دورانها في خارج الغلاف الجوي للارض. لما الاتربه دي جزء منها بيخترق الغلاف الجوي للارض تكون في حجم حبيبات الرمل، بتظهر في صوره اجسام لامعه اللي احنا بنطلق عليها اسم شهاب او شهب. لما بيكون في عدد منها كبير بتكون زخات. زخات شهب بقى بيبقى ليها اسماء زي النهارده المرتبطه بوحيد القرن، كان من كام يوم، يوم 17 و18 كان عندنا زخه شهب الاسديات، كان في اول الشهر كان في الثوريات. دوما فتره من منتصف الصيف لاخر الشتاء بيكون مليئه بزخات الشهب. شكلها جميل، ظاهره يعني فلكيه ممتعه، لكن غالبيه الشهب دي يا دكتور ما بتنزلش على الارض. ما ده اللي انا كنت لسه اقوله. يعني شكلها جميل وممتع فلكيا، لكن ما لهاش اي تاثير سلبي على الارض، لان مجرد اختراقها الغلاف الجوي الارض بتتفتت، بتبقى قد حبيبات الرمل وما بتوصلش لسطح الارض الا ما تكون انتهت تماما. لا لها تاثير سلبي لا على البشر ولا على الارض ولا اي حاجه خالص. طيب يعني ايه اللي ممكن ياثر بحيث ان الناس ما تبقاش عارفه تشوفه كويس؟ كتير قوي من اللي بيحبوا يراقبوا الشهب وبيحبوا يبصوا على النجوم وبيحبوا يشوفوا الظواهر الفلكيه بصفه عامه بيبقوا حابين انهم يتابعوا. في اي حاجه ممكن تاثر او ولا ان شاء الله كل المحبين هيعرفوا يتفرجوا كويس؟ احنا دايما بننصح المواطنين المهتمين بمشاهده الظواهر الفلكيه ان هم يكونوا في مكان مظلم خارج الضوضاء او الاضاءه الشديده في المدن. ويا حبذا بقى لو بعد منتصف الليل بيكون السماء صافي اكتر، الهلال طبعا اللي هو هيختفي بتاع ربيع الاخر، احنا منتظرين ميلاد هلال ربيع جماد الاولى، فدي اعتقد برضه يعني وقت مناسب لرؤيه تلك الظواهر. اكيد. طيب دكتور، بالمناسبه عندنا يوم 29 جاي في ظاهره جميله ايضا، اقتران القمر مع زحل. زحل يعني لؤلؤه المجموعه الشمسيه بحلقاته المميزة. يعني أتمنى برضو أن المواطنين المهتمين بتلك الظواهر يستمتعوا برؤيتها إن شاء الله. طيب نرجع نتكلم عن الشهب. أوقات يا دكتور بتبقى الشهب دي سريعة قوي، أوقات بنقدر نحن نلاحظها بتكون بطيئة في حركتها، سرعتها قد إيه الشهب؟ السرعات بتوصل لحوالي 70 كيلو متر في الثانية، لكن السرعة دي طبعا بيتحدد بيها أو بيحددها سرعة الغبار والأتربة ودوران الحاجات دي خارج الأرض. مع اختراقها طبعا الغلاف الجوي بيحصل نوع من التهدئه وتقليل السرعه لحد ما بتوصل لسطح الارض مع الصفر تماما. عظيم، حضرتك وضحت نقطه مهمه جدا ان هي ما بتسقطش على الارض غير لما تكون تفتتت تماما، عشان بعض الناس بتطلع شائعات ويقول الشهب نزلت على الارض وما اعرفش حرقت منطقه فين كده. لا لا، الكلام ده مش صحيح تماما. طيب احنا هنقول ان يعني ظاهره الشهب وحيد القرن ممكن تمطر السماء في بكره، يعني متوقعين في هو كان فجر النهارده بالفعل. بكره هتكون الفجر موجوده بس مش بالكثافه اللي كانت موجوده بها النهارده. تمام، يعني هي مش هينفع نشوفها لحد نهايه الشهر، لكن اعدادها قلت كتير عن الذروه بتاعتها اللي كانت موجوده فجر اليوم. اوكي، مؤخرا بقينا بنتكلم كتير او بقى يعني على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الميديا بيتم الكلام عن اكتر من ظاهره من الظواهر الفلكيه. احنا شايفين ان في نوع من انواع زياده في الاهتمام من قبل الناس بمتابعه الظواهر الفلكيه دي مؤخرا. هو ده كويس وحاجه تسعدنا احنا ان في تواصل اعلامي بين المعهد وبين المؤسسات الاعلاميه المختلفه، توصيل الحقائق العلميه عن الظواهر الفلكيه والظواهر الطبيعيه بشكل عام للمواطنين، نوع من التوعيه، تقليل الشائعات الخاطئه اللي بتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. نامل ان يكون الناس والشباب اللي طالع جديد مهتمين بدراسات علوم الفلك والفضاء، ويكون عندنا رواد فضاء مستقبليين ان شاء الله. اكيد. طيب دكتور، احنا من كام يوم كده كان عندنا زلزال، والمنطقه تقريبا مش عندنا احنا بس، والمنطقه تقريبا كده فيها مجموعه من الزلازل. سبب هذه الزلازل وهل وارد تكرارها خلال الفتره اللي جايه؟ احنا بشكل يومي في زلازل بتتسجل على الارض. احنا في مصر بنسجل تقريبا زلزال او اثنين يوميا، معظمهم غير محسوسين باثناء زي اللي حصل من يومين
بيكون يعني مركزه عميق شويه، الشعور بيه بيوصل للمواطنين. الزلازل دي بتحصل طبعا نتيجه دوران الارض وحركات التكتونيه للقارات مع بعضها في اماكن ضعيفه يعني بتصدر فيها الطاقه من خلال موجات الزلازل، في اماكن بتكون ناشفه شويه، في اماكن فيها صدوع، كل الاماكن دي بتاثر او عوامل بتاثر في الاماكن اللي بيحدث فيها الزلازل، شدتها او قوتها، تاثيرها على المنطقه المحيطه. يعني امبارح بالليل او فجر اليوم كان في زلزال حوالي 6 حصل في تركيا، وفي يعني دمار وخسائر هناك، نتمنى السلامه للجميع ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يسلم. كل الشكر ليك الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه، شكرا جزيلا لحضرتك.